الشعب القطري تربطه وشائج وصلات أخوة مع كل أبناء الخليج، لكن تحكمه طغمة تنتهج العناد السياسي وتصر على دعم الإرهاب وتسخر ثروة القطريين والأجيال القادمة لرفاهيتها الخاصة. هذا الشعب العربي الخليجي تائه بين عناد طبقة سياسية حاكمة لا تتنازل عن نهج دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية عبر ممرات سرية من غسل أموال وصفقات مشبوهة، وبين ثروته وثروة أجياله القادمة من الغاز التي سخرها حكامه لرفاهيتهم الخاصة. كما توفر قطر منصات إعلامية تنفق عليها المليارات دون حساب، سواء في الدوحة مثل الجزيرة أو في الخارج مثلما تمول بث خطاب الكراهية والإرهاب الذي ينطلق من تركيا. ليس أقلها تشريع الإخواني مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي الذي تؤويه الدوحة للعمليات الانتحارية. تقرير سابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي كشف أن خزانة التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان يدخلها شهرياً 50 مليون دولار تقريباً من الحكومة القطرية من خلال 4 بنوك تقوم بتحويل الأموال عبر فروعها إلى المراكز المالية للتنظيم. التقرير نفسه أشار إلى أن ما يزيد على 2 مليون دولار يرسلها من داخل قطر أفراد من جنسيات مختلفة على شكل تبرعات لما توصف بجبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتي تقاتل في سوريا عبر 25 حساباً بنكياً تم تخصيصها للتبرع للاجئين السوريين في قطر وتركيا. وكل هذه الحسابات تنتهي إلى حسابات التنظيم الإرهابي. أموال الشعب القطري حسب وثيقة مسربة منسوبة لسفير قطر في ليبيا تستخدم لإرسال أعداد من المقاتلين المرتزقة تم تدريبهم في معسكرات ليبية خاصة تحت رعاية قطر. كذلك التمويل نفسه يجري من أموال القطريين لحركة الشباب في الصومال وحركات إرهابية في مالي. وحسب مجلة لوكانار أنشين الفرنسية تقوم أيضاً قطر بتمويل الجماعات المسلحة ودعمها مثل أنصار الدين وأزواد والجهاد في غرب أفريقيا والقاعدة في المغرب الإسلامي.